بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يمعتو بكو يلا فايلسنه اللي نبي عليه الصلاة والسلام سلط كي نغينا يلا قالو بتنكاه السرنك غمدلو نهار سحر را ادي ابنه سغنهنا اداب الطريق جيتي ادبتي ابنه جيتا لا اسلام التليه تن حقوق تنمي انت دا حرسان متى يا ابن السغنه احرى ان شاء الله تعالى تنكا دون ما مكي انك مكي تكيتني وقتك نه بحناني قد يلين في حسناني يتاب إنه نمي هايته قد لنتي دحرسانا هنتي تمو وقتو أنا ماك لك لا كف الأذى كف الأذى سواء كان أنت هذه الأذية قولية أو فعلية مرحوه تنتي تكو أبنه تنكادو قبدا بنتكو سنام الأمم باهي وانم قد لغحينه سهداء مكني وانم لا قبت ولا إبت ولا أرابت ولا منينت ولا دمبر تبلتهن لا سنم سهد دعي ويته تنمي سهد دقه بيت ويته كل زنبك قحواكو كي سهد فندر عس ويته تنمي أبي وانهنين. فلا يتكلم على المارة غيبة ونميمة وسخرية قيت قده يمرا حمتي وانا ونووه لي ونلوكيني هنلوكيني يانا هاي نم يبلينهن وعدي كاك يارجينمي كل السجمر المعتم وكي غيرتكو يا ماتي غيرتو تبتا قيت الغح عيني حميمة أبانا ماي أو نميمة كادو نقل الكلام أما هكو كي يسوغي هون هكو كي يسوغي نهي يب عم بسانا كادو سهدفنا لا كو كدو عدو أهني هيا يبا فيدي لسانا ماي والسخرية كادو برسوتانا برسوتية أنا متى من قم حل تمعيتو بكوي سينما من قمو سهدا اللي رقتما نمكتين أي مثلا اسوق عندو سغي انساكو اناكا با غبكا قدغي هي ادغيني اسوق كم بدي حته بريته او تام جه دي نختين الغره وادي بابور لوكمات اللي ام بنس كادغينا يانمل يينكي غيرم يينكي دغ حل هاي تهتنمي سهد تبلي يبليني هن وادي ابانا هن هي وقت حلته هنك هو سولينك. واما الاذى الفعلي مرحوه ان ما يكادو غيب دابيناي جيت قد مر الباهانة هي أبنت باهانة فلا يضيقوهم في الطريق جيت كين الحيسوانم بحيث يملؤون الطريق فيؤذون المارة تباهي أمر جيت كهوانها جيت ألفانا جيت يدينم قبه اللقاء حيني أساقا جيت مقدانا إيونو ونهين نما يكادو أفاك الحوا ويا اللي يميته أمر جيت اللي وانها بانم حتى غيري بارو أنه برد دبعد بحستانه هين بورتات اللو بسيني ديت اللو بسيني جيتا ألفيني يدحلت معنا هلا أنا راح كويكا جيتا ليه كل هم مرك إذن بيكا بيال لا يتيسر لهم مرور إلا بمشقة تعبر حكا حكاك تبوا أنا هين حياسي نام الباهي وانا يا تهمو تهت حلتا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابيتي يما يلي فرمويتا أدحو به المسلم مسلم توكاكي يانما يلا هفيتو يحينمو يلا بييمت يابنمو يلا بييم أبنموي وهو كلهم كيس يبدنمو يان المسلم مسلم توكاكي يانما من سلم المسلمون مسلمين كاكا تفو فينمو مسلمين كاكا أمان جيتنمو من كيكي كل ميكا من كاك جيتنمو برسلوكنا ماما يا أما بنازمك دقارتني سنامك عديسيني تني الراباكي قبا غبس سنان دغانم ديري هم ارابا سنان دغانم كنا سهل قدم ديك حميتن فتنتن سخريه الدين تما ارابا باه وهي هي تملي مسلم تكاكي يا نما هاي تما ارابا اسكي كدي تما غبا اسكي بدنمو نمنم مسلم تو يانم. والحديث متفق عليه. اذا هل نحن مسلمين مقعلنونا مسلمين نماك ننوهن فردين تطوع مسلمين نماك نك مسلمين أمانه تنهينا ننو مسلمين كمانه ننين إن مكتوما ننو مسلمين أمانه ننطوبكنا بدي أنك كرابك بك
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي نبي إيما عبادة بن الصامت بها حديث لي اضمنوا لي ستا من أنفسكم إسيني نفسك إسيني لحم أرحت يوها لحم يهتاقسا إسيني نفسك لحم كيسيا لحم كودا قرت لحمك لحيتك كيمك كلنا ذكرت نكله هي اللحامة بحسن دودة هي أكيسيا أضمن لكم الجنة أنو يلكا يلي قريلي جنة جيت ونمهدمين سينا فيكي أسمت جنة جيت طول حميسين نكتب بدينكي إنك هايتو كاكا أصدقوا إذا حدثوا ولا لسينكي فتنا إدرابا حميهن نمت يابا نمت نولي مكدة نمت كات يابا يكات كاتن معاند تنمكو ديقلن دحاي كالفيس او سهدا كافنا اسحس اصدق الحديث اذا حدثني يبتينك نمحيا ديربا ما حنا اسلام ديرمتا لكن اسلام كننو ارحكو نحينا تو محرمك دنيمي لكن جنت اكا اكين دامتين دنس جنت اسي ويسي سمرا ديرب تحيم واوفوا اذا وعدتم دغني سينك دودوسا نميا وأدوا إذا تمنتم سيء منينكي وأمانة إسلما واحفظوا فروجكم إسن عورة التي إبدا دحرسا حلالا كسنه تنكتي محلنا مردنا وغضوا أبصاركم إسننا منتي ألفا حرام الدم وقتنا حبة تطمهنا يا دعتام دعتا أرحكا يمكننا موقتنا وكفوا أيديكم محل الشاهد إسن نقبا إبدا قرعك أنك سنم كادو ظلمه يا قرينمك ظلمه كادو فيرارو سنم اليسحسينمك إسن نقبا إبدا تود اللو أي تهتم مرتا تلتم حيلك كيلي يبتا كي معنى سهدت يبتم كي نقدر ريك وسهد كدقا حيطان غير مرأيتا قابل النوكا أو كاكسي النوى دي سهده ورسانه كفوا أيديكم الرباي قبان كي سنك بدا أمال حمي سنك تبديني كي يا نبي عليه الصلاة والسلام أضمنوا لكم الجنة جنة يدي تنيمي معنا جنتك كي أنا ما غالك تنيمي يلي فرموت عليه الصلاة والسلام جنة يلي رحمتي غالك تنيمي غالك تنيمي هاي سهلي تنيمي يدي تنيمي لكنني نفسي سهلك تنيمي مقبل. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل أبو ذر يما يلي فرميت تامكت يسمى تاماي تامكت يسمى تاماي قال الإيمان بالله يلا التامنيمي الإيمان بوجوده والإيمان بأركان الإيمان الستة والإيمان بالغيب والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالجنة والإيمان بالرسل والإيمان بكل ما يجب الإيمان به اللي من اندحين ملتامينيمي يلا لي من نهايته والجهاد في سبيله يلي تاقه تنقيح اللي سواء كان جهاد مع الكفار تكي جهاد مع نفسه أهم شيء تاكميمي سي نفسي التنقيح اللي يلي كا كبا يمي الكا تسقيح اللي يلي كوكك راعي يمي كا راعي سانا ملا كال تنقيح اللي الجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل هاي رقابك تيسم محايا حرسونه تيسم قال أنفسها عند أهلها حرسة يتيالة لدى يوانا مقتيسمي لو أكاك دامي تهتن أكاك تيعيه تمره غير القالب تنمي وأكثرها ثمنا لقعوك كادو قيمة فيكك له لمره غير لي حدو له تنمي قال قلت فإن لم أفعل وها بيكيهاي أنا هيتو بحوايتكيهاي قال تعين صانعا نقار تو أبي تندو دنم حتى إيش تو بكويتا أسوق أبا هني ملكا حتى ود بيتم فرقة كارلي ود بيسا يقع دودا أبو دودا لكن تو كاح حتى وعدي تطيب خاطره وتساعده كاح حتى كل كله أو تصنع لأخرى ونهن نكينها بيتم عدي جوانه بحسة قال أيتوه قلت يا رسول الله يلي فرموتو إن رأيت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل هاي تامك بالكي بولاتي وتككي أم عمي ككين دي حيانا مكا أهي أوريت تكوك له تنيمك بولاتكي هيا قال تكف شرك عن الناس سهد حتى بحسوية تو أبي تنم اللي هي وهو الكاحة تويت تواري قوة نموه يسوكي من كاح هي ويتك نعو سحر السماي دو دو ويتكي إيمان إنكين إيمان دو دو ويتك دمتن إيمان أساس كل تامك تكف شرك عن الناس إيمانا اللي تبغلو إسيو ما نسينا مكتب بري
محد اليوم إيهنها فإنها صدقة منك على نفسك تون لا أتوي سينبسي لتتحيه تن صدقتكك يكي يلي غري لي سينبسي التتحيه تن صدقته أجركي كوكروبتا إيا هاي نني غباي نني أرابا معصيتك أمانك جيتال سينام تعبسان مك سينام الربك أمانة باهان مك أو جبك إبك أمانة باهان مك جيت سينام الحيسان مك أجري الله كدعاء جيت كاوه في نديرم عندك كده كي توهكو نديره ننمي إني نفسي كي سند في سماي بارك الله لي ولكم ونفعني به وإياكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجزاكم الله خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.